الأستاذ إيهاب الخطيب الناقد الرياضي الكبير والإعلامي الكبير، وبصراحة هو بينورنا في بيته. احنا مش هنرحب بيه في بيته لان ده فعلا بيته، قناة النادي الاهلي، والراجل ظهر في قناة الاهلي لسنوات عديدة والواحد استفاد منه. انا على المستوى الشخصي انا استفدت وتعلمت من الاستاذ ايهاب الخطيب بشكل كبير، وبرضه هقول سر ممكن البعض ما يكونش يعرفه. بداية مشواري كمراسل كده ببتدي كانت الامور صعبة معايا شوية، ما كنتش جامد قوي، انا كنت على قدي خالص يعني. الراجل كان في ظهري وكان مساندني مع المسؤولين في القناة بصراحة ساعتها، فانا اكيد من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني، فالواحد لازم يقول الحاجات دي. يا استاذ ايهاب اهلا بيك في بيتك يعني. اهلا بيك نورنا كابتن امير، انا مبسوط جدا وسعيد ان انا معاك. انا اسعد وسعيد بيك بفضل ربنا الحمد لله. لما بيجي لك واحد كويس بيبقى باين، لما بتشوف لعيب في الملعب كورته بتبان، فانت كورتك كانت باينه ولسه عندك كتير قوي ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. بشكرك ربنا يخليك يا استاذ ايهاب. احنا عندنا ملفات كتير جدا، بالمناسبه ما تنسوش اسئلتكم على صفحات قناه الاهلي المختلفه فيسبوك تويتر وانستغرام للاستاذ ايهاب الخطيب، وهنقول كل الاسئله باكبر قدر ممكن باذن الله تعالى. النهارده كانت زياره الكابتن محمود الخطيب، نبتدي كده سخنين على طول للفريق. زيارة أكيد مهمة قبل تحديات غاية في الأهمية محليا وأفريقيا، بتشوف الزيارة دي إزاي؟ أولا الحمد لله على سلامة على الكابتن محمود الخطيب، رجع بالسلامة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سفرية فرنسا كانت مهمة جدا. لأن اختلف فيها الحال تماما، وتم التشخيص الدقيق لحالة الكابتن محمود الخطيب اللي رجع بالسلامة واللي كان موجود في زيارة طبعا لفريق النادي الاهلي في وقت مهم جدا. خلينا اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب على احدث جهاز بعد الكشف عليه بفضل ربنا. كابتن محمود الخطيب سواء كانت في بعض العقد في العمود الفقري او رجل اقصر من رجل بسنه بسيطه، كل ده علاجه العلاج الطبيعي فقط، لا في اجراء عمليه ولا في اي حاجه. فالحمد لله بفضل ربنا. النقطه دي مهمه جدا عشان تقفل لنا باب كبير جدا. الناس جدا استغلت جدا الفرصه بصراحه الفتره اللي فاتت طبعاً تقول طبعاً كلام مختلف يعني. وجه التشخيص ده امير عشان يقفل كل التكهنات والانفرادات والبوابات والخزانات والسخانات والسقعات على اي حاجه. القصه منتهيه تماما بفضل ربنا، ربنا يديله الصحه وربنا يكمله. عشان نقول ان البعض اللي كان بيتكلم ويقول بالنص كده ان الحاله الصحيه، خلي بالك الكلام ده بيتقال على الكابتن الخطيب قبل يدخل الدوره الاولى، الحاله الصحيه للكابتن وهيحصل مش عارف ايه بالزبط. والكلام ده يحصل. انا عايز اقول جمله واحده بس، دايما الكابتن بيقول، كابتن محمود الخطيب بيقول كده، يقول انا عليا دين للنادي الاهلي عايز اسدده. انا عليا دين كبير للنادي الاهلي عايز اسدده. وانا بقول جمله كده بسيطه، بقول ان دوره واحده لا تكفي لسداد ديون الكابتن الخطيب للنادي الاهلي. دوره واحده لا تكفي لسداد ديون الكابتن الخطيب للنادي الاهلي. انت بتطالبه انه ينزل دوره كمان؟ انا مش بطالبه، انا جملتي واضحه. هو هيبقى شايف الامور. وعايز اقول لك حاجه عشان بس ما بقاش على قناه الاهلي، انا قلت ده في حته ثانيه، قلت ما فعله الكابتن خطيب سواء كان على المستوى الاجتماعي داخل النادي او على مستوى الفريق او على مستوى الجمهور بيفتح له الباب ان هو ينزل زي ما هو عايز. لكن انا بقول جمله واحده بس، ان الدين اللي في رقبه الكابتن محمود الخطيب لا تستطيع دوره ان تسدده. يحتاج لاكثر من دوره عشان يسدده. الحاجه الثانيه والاهم ان انك انت في منظومه النادي الاهلي عندك حاجه مهمه جدا، عندك مثلث ثلاث اضلاع، اداره واعضاء وجماهير. طبعا المثلث الوحيد ويمكن المنفرد ان التلات اضلاع بتوع تعملهم كده هم كده، تعملهم كده هم كده، بمعناهم ان دايما متفقين على راي واحد. تلاقيش الاداره مختلفه مع الجمهور، تلاقيش الجمهور مختلف مع الاداره، تلاقيش الاعضاء مختلفين مع الجمهور، ما تلاقيش الاعضاء مختلفين مع الاداره. هو ده مثلث النادي الاهلي، بيسموه مثلث الرعب. ده شيء مهم جدا، ودايما ابناء النادي الاهلي سواء اعضائه او جماهيره او مسؤوليه بيبقوا في تكاتف مستمر، والهدف بيبقى واحد، هو مصلحه النادي الاهلي دائما وابدا يعني. ده شيء غايه في الاهميه. طيب احنا اتكلمنا على الكابتن محمود الخطيب في البدايه، لكن عايزين بقى نتكلم على الحدث الابرز، وفوز مصر وتاهلها لاولمبياد طوكيو، والفوز كمان بالبطوله امبارح. شفت البطوله كلها ازاي يا استاذ ايهاب، من الناحيه التنظيميه، الناحيه الفنيه، ناحيه كمان حضور الجماهير والمنظر الرائع اللي احنا شفناه؟ مبروك لمصر التنظيم، تنظيم رائع جدا جدا جدا. ان يبقى في الفتره البسيطه دي في كام شهر انت بتنظم بطوله الامم الافريقيه للكبار وكمان للصغار بهذا الشكل، عوده الجماهير والملاعب والتقنيات والافتتاحات الحديثه والامور اللي شفناها والاخراج اللي يبقى بالشكل ده كمان واخراج مصري. لا احنا الدنيا عندنا ابتدى فيها نقلات نوعيه كتيره جدا يا امير. فبالتالي مبروك لمصر على تنظيمها الاول لنجاح البطوله. مبروك لمصر انها بتواصل ابهار العالم
في الشكل المضمون بالشكل الرياضي بهذا الشكل. مبروك اللي عندنا الملاعب دي اللي لسه هتكتر تاني، مبروك اللي عندنا الطرق دي، مبروك 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 مبروك، كل دي مكاسب لمصر كبيره جدا. مبروك عوده مصر لاحتضان اكبر الفعاليات الافريقيه في الرياضه، ودي اكبر قوه ناعمه موجوده في افريقيا. صح. مبروك الكبيره الثانيه هي مبروك للشباب الرجاله، ايوه اخواتنا وشبابنا الصغيرين اللي كان طموحهم وكلمتهم اكبر من سنهم. بالظبط. ناس كتير لما تيجي تتكلم على بطوله الامم الافريقيه تحت 23 تقول لك ده بطوله وبتاع، هي اصعب البطولات اللي بتقام على مستوى العالم. ليه بقى؟ البطوله دي الوحيده اللي بتبدا من دور الثمانيه. يعني مفيش بقى تمهيدي ومفيش مجموعات، ثمان منتخبات على مجموعتين. فانت معاك، انت بادئ من 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 التوب لاين، خلاص انت في الليفل الاول بتشتغل على اقوى الفرق. بالظبط. بعد التصفيات طبعا اللي بتتعمل في البدايه. بالظبط. الناس طبعا كان في خلال المباراه الوديه اللي كابتن شاوي غريب، الناس كلها عماله تتكلم امير ايه والاعداد ومغير طرق اللعب، والناس بتتفلسف، والمدرب المصري ما ينفعش، والمدرب كذا ما ينفعش، واللعيبه دي ما بتعملش حاجه، واللعيبه النجوم دي مش تعمل حاجه، والنتائج هو الراجل كان بيجرب طرق لعب قبل البطوله. هو البعض كان مختلف على التوقيت التجريبي يا استاذ، يعني مثلا مباراتي جنوب افريقيا قبل البطوله كويس. الناس قلقت قوي طبعا، والناس كانت قلقانه ليه؟ لان انت عندك عناصر مميزه جدا من اللاعبين. مظبوط. بس وبتلعب في فرقها بطرق تانية. بالظبط. لكن لما يكون المدير الفني واحد بحجم وقيمه الكابتن شوقي غريب، وعنده القدرات الفنيه دي كلها والخبرات دي كلها، وانه درب ناشئين ودرب شباب ودرب المنتخب الاول وكان مساعد مع الكابتن حسن وقاد المنتخب الاول. خلي بالك لما قاد المنتخب الاول اتظلم، هبقول لك ليه. تمام. لكن التجربه دي تجربه فريده. كابتن شوقي غريب يستحق الشكر والاشاده والتقدير، ومش عايز نغمه اللي هي ايه، اصل اللعيبه عملت، اصل هو روح لعيبه، مش فيش حاجه اسمها روح لعيبه مش مدرب. مفيش حاجه في الدنيا اسمها روح لعيبه مش مدرب، واذا كان المدرب هو مكان مش موجود خلاص بقى، ما هاتوا بقى اي شويه لعيبه وخلاص. لما قلنا جيل الاهلي العظيم ابو تريكه ورفاقه كان معاهم مدرب عظيم برضه، فقدرت تعمل معادله كبيره جدا طبعا. فانت النهارده الكابتن شوقي غريب وروحه، وتظهر لك روحه في حاجات صغيره قوي. تظهر لك روحه في احتفاله مع اللعيبه، في كلامه امتى تلاقيه بيضحك وامتى بيزعق وامتى بيتنرفز عليهم ولاده. يظهر لك في الشكل اللي بيخشوا بيه اللعيبه وقصات شعرهم والماسكات اللي بيخشوا بيها. ده مدرب، شوف سنه ايه بس متجاوب مع الشباب ده. هو الكابتن شوقي مغير سوفت وير. الكابتن شوقي اللي عنده ربنا يديله الصحه 23 سنه بيتعامل معاهم ويضحك معاهم ويرقص معاهم ويلبس ماسك معاهم ويتكلم معاهم. وانا رحت له معسكر مرتين كويس في البطوله دي، في البطوله دي. ورحت التدريبه اللي قبل مباراه جنوب افريقيا مباشره. تمام. وشفت اللعيبه، شفت الكابتن شوقي، شفت الجهاز الفني. جهاز فني كله محترم. اللي مع عشان طبعا يعني طبعا اللي مع الكابتن شوقي منقي كل واحد. عارف هو بيعمل بيه ايه، عارف بيشتغل ازاي، عارف طموحهم هيبقوا بيعملوا معاه ايه. فبالتالي النهارده الكابتن شوقي يعني صاحب الانجاز الكبير جدا جدا هو الكابتن شوقي غريب. طبعا اللعيبه دي طبعا الانجاز كله والامور كلها، وتجلت الانجازات بقى انك بتحصد كل الجوائز المطروحه. صح. مفيش جائزه خرجت من المنتخب مصر، من الهداف احسن حارس، احسن لاعب، احسن مدرب، كل حاجه. منتخب متكامل. مفيش بطوله على مستوى العالم بتوصل انك توصل للتوب فورم بتاعك بهذا الشكل والاداء والروح. عايز اقول لك حاجه، الرجاله دي والشباب دي الجامده قوي دي، ايا كانت نتيجتها في مباراه النهائي كانت الجمهور هيفرح. طبعا طبعا. طول ما انا عارف ان انت ما قصرتش، وطول ما انا عارف ان انت شايفك بتموت نفسك في الملعب، خلاص انا ما عنديش مشكله. صح. فبالتالي انا ظاهر بالشكل الكويس. والناس ادوا، كل واحد قاعد شايف ان دول بيادوا اكتر من طاقتهم واكتر من امكانياتهم. كلهم بتجانس رهيب جدا جدا. وبعد البطوله دي بقى موتت حاجه كبيره جدا دي، لقطات عوده اللاعبين لمران الاهلي. اتفضل يا استاذ. طبعا. ادت بشكل رائع جدا. النهارده ايه الجمهور بين بعض، مفيش بقى حاجه اسمها اهلي وزمالك ومش عارف واسماعيلي، كله في الملعب نفس القصه. فحته التكاتف دي بتعجبني في الكوره، ان الكوره معموله عشان كده. في بعض اللي بيخرج عن النص ده باين، سيبه. ده اللي انا كنت عايز اقوله لك في الحقيقه. مش هتلاقيه في اصل ده اهلي او اصل ده زمالك. لا 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 لا. لقطه اتنين مشجعين في بدايه الاول ماتش، واحد اهلاوي واحد زملكاوي، وقاموا حاطين عليها لقطه رمضان صبحي ومصطفى محمد، خلصت الكلام. بالظبط. صح. من اول مباراه. ماتش. الحاجة الثانية إن ظروف المنتخب الأولمبي كانت صعبة للغاية. يعني إيه؟ يعني في البداية لقينا أول مباراة وتاني مباراة الناس فقد الأمل، مفيش حد حاضر عشان نبقى صراحة. صح. جماهير قليلة جدا، لكن الشباب الصغير ده أقنعك وأجبرك إنك تجري بسرعة تجيب تذكرتك
وتروح تحضر وتروح قبل الماتش بخمس ست ساعات وتستناهم وتشجعهم وتقول لهم انا اسف اللي انا فوتت اول ماتشين، انتوا اللي اجبرتونا اننا نعود مره اخرى للمدرجات، وخاصة لما يكون المباراة الثالثة تحصيل حاصل، انت كده كده متأهل ومباراة عادية امام الكاميرون، كان عدد الجمهور كبير، اعلى مباراة، اعلى مباراة حضر فيها الجمهور، وبالتالي هي دي اذا رجالة مصر هم اللي اجبروا ان الجمهور يقف في ظهرهم. وشالوا غانا مش كاميرون اللي هي ثالث مباراة او ثاني مباراة كاميرون ايوه صح كاميرون اللي شالوا قصة العبء بقى على المنتخب الكبير، وان لا عرفوا بقى ان ده غير وده غير. المنتخب الاول الناس راحت وما قصرتش وكل حاجه كانت تمام، لكن للاسف كان في بعض الاخطاء دي مش هنتكلم عن المنتخب الاول مش موضع الكلام فيها دلوقتي، لكن فعلا دي استكمالا للمنتخب الاولمبي. النهارده اللافته الرائعه كابتن الخطيب النهارده وهو موجود وقاعد وحضر التمرين احتفى بثلاثي المنتخب الاولمبي اللي كانوا موجودين، رمضان وعمار وصلاح، احتفاء جميل جدا، وحضن الثلاث لعيبه واتكلم معاهم قال لهم مبروك، ونقل منهم على اللعيبه قال لهم الشباب ده لما قرر وركز وعنده الروح ان ياخد البطوله خدها، وانتوا هيبقى عندكم نفس الروح والعزيمه واكتر، لان البطوله الافريقيه السنه دي ما فيهاش تهاون. دي كانت رساله الكابتن محمود الخطيب. وبعد التمرين لما يخلص دلوقتي هتدخل تورتايا احتفالا بالثلاث لعيبه اللي مع المنتخب. طب احنا ابتدينا الحصريات بدري بدري، ها واللي هتسمعوه هنا صعب تسمعوه في اي حته ثانيه. فاكر الجمله دي؟ فاكر الجملة دي كانت من جت كده بصراحة في برنامج الخبر، الخبر من أفضل برامج، برنامج كان جميل بصراحة. طيب الحفاظ على المنتخب ده ازاي يا استاذ ايهاب؟ يعني احنا عندنا عناصر مميزة جدا، ده كمان غير المصابين، انت عندك ندفد ومحمد محمود وطاهر ومرعي، ناس كتير مصاب، وناصر ماهر، ازاي نحافظ على الجيل ده على اللعيبة دي؟ طبعا ده جيل واعد جدا وجيل باين انه عنده امكانيات كويسة ولاعيبة محترفة قوي قوي. تحافظ على الجيل ده ازاي؟ ان الجيل ده نفسه ما يفرطش في فرصته. يعني الناس اللي لعبت دي وادت بالشكل ده في ناس مش اساسيه في فرقها، لازم يحارب عشان يلعب اساسي في الفريق بتاعه. الحاجه الثانيه حذاري من حاجتين، الغرور والعروض الوهميه، والعروض الوهميه اكتر من الغرور. الحاجه المهمه كمان ان اللعيبه دي اللي هي في المقتبل النجوميه الكبيره والشكل الكبير، بعيد عن الثلاث اربع اسماء طبعا ليهم اسم من الاول وليهم شكل من الاول، لكن شبابنا الصغيرين دول اوعى تجري ورا الاعلام بشكل خاطئ دايما. بمعنى ايه؟ يعني ما تفرحش باللي بيتكتب عليك في الاعلام، كتير ايجابيات هي مش موجوده عندك. دلوقتي كله بيزق بالشكل الاجمالي على الجميع، لا شوف انت ايه اللي يميزك، شوف انت ايه اللي ناقصك، شوف انت خدت دفعه في البطوله كبيره جدا. الاهم بقى ان احنا لما بنلعب بطوله في وسط عدد من الجماهير دي، والجماهير دي بتكون موجوده، الشكل بيختلف تماما. فبالتالي يعني ما انتجه الجمهور في اداء المنتخب الاولمبي يستطيع وتستطيع الجماهير ان تنتجه في اداء مباراه الدوري. حلو. اللي حصل كده واللي اللعيبه قدت بهذا الشكل تحت اعين واقدام الجماهير والهتافات، تخيل الدوري بتاعنا بقى لما يكون في جماهير، وانا بقول لك اللي فيه انفراجه كبيره ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه في الملاعب وفي حضور الجماهير. حلو، ده انا بقى كنت عايز اتكلم فيه معاك بخصوص الجمهور. الجمهور بصراحه عمل كل اللي عليه سواء في البطوله دي او البطوله اللي فاتت. بعد انتهاء البطوله دي يا استاذ ايهاب، الجمهور هيحضر في مباراه الدوري 5000 مشجع وكمان من اعضاء الجمعيه العموميه، تمام؟ حلو. وفي بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسبه للاهلي او الزمالك والبطولات الافريقيه بشكل عام 10000 مشجع. ليه بعد المنظر الجميل ده؟ شايف الصور؟ بص حاجه طبعًا. مفيش اروع من كده طبعا. ليه بعد المنظر ده ما نبقاش عندنا جرأه واحنا قادرين نأمن اي حدث باي عدد من الجماهير وندي الساعه الكامله للجمهور يا استاذ؟ شوف عندنا جرأه وعندنا نظام حلو، نثق في الامن بتاعنا ما يعني طبعا. مليون في المية. كمان فكره تذكرتي، فكره تذكرتي والفان اي دي، ودي كانت تجربه رائده في كاس العالم في روسيا. صح. انها تتنقل بالسرعه دي في البطوله اللي فاتت، وفي دي تبقى خلاص متسطبه وكل الجماهير عارفه تخش ازاي، خلاص انت وفرت الاليه الاصعب، وبالتالي الامور بقت سهله، والامور هتبقى سهله في الفتره الجايه. النهارده كل مشجع للملف بتاعه والبطاقه بتاعته والفان اي دي بتاعته، فبالتالي الدنيا هتبقى افضل يا امير الفتره الجايه. وانا اعتقد ان 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 الجمهور هو اللي بيساعد بعضه. يعني النهارده اديتك الفرصه تخش خمسه، انت كجمهور اديني الضوء الاخضر، قول لي انا عايز ابقى 20 وابقى 30 بتشجيع، بتواجدك، بالتزامك، بهتافاتك الصحيحه. فبالتالي الجمهور قدم ده، واعتقد انه هيقابل من الناحيه الثانيه رد قوي جدا لزياده عدده وتواجده، والفتره الجايه هتبقى افضل. ده بينعكس بشكل ايجابي جدا جدا جدا، وشفناه في البطوله، واي مباراه فيها جماهير تبقى مختلفه تماما. الانفراجه ممكن تكون خلال قد ايه اللي انت بتقول لي عليها؟
يعني احنا بنتكلم في اول 3 4 جولات، يعني ممكن تقول من الجوله يعني احنا دلوقتي خلاص داخلين على الجوله الخامسه، يعني وانت داخل في الجوله العاشره وال11 هتلاقي الدنيا بشكل اكبر من ما انت تتوقع. ولا هنبقى على غرار المواسم السابقه نقول على الدور الثاني هيبقى الموضوع خلاص الموضوع بشكل رائع جدا بعد نجاح تجربه تذكرتي بشكل كبير. وفي بعض الامور الفتره اللي فاتت كان فعلا يا جماعه فعلا فعلا في بعض المشاكل الامنيه، اما الامن بيقول لك في كذا أكيد. ممكن احنا بنظرتنا كده ازاي يا جماعه ده الناس بيقولوا لا 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 لا، عايزكم تثقوا في الحته دي تماما. حلو قوي يا استاذ، بس انت كده خليتني افتح ملف تصريحات المسؤولين، لان التصريحات دي هي اللي بتدي إيحاء للجمهور والمسؤولين في الانديه الثانيه ان في حد متحكم او بيسعى مثلا لتاجيل الدوري، تاجيل المباريات، الكلام من ده. تعليقك ايه؟ في اجزاء بتحصل في بص انت ملاحظ ان الوسط هادي اليومين دول والدنيا جداً كويسه جداً ومشجع الجو حلو قوي كمان والجمهور تمام والحلو، عارف ليه؟ ليه؟ اختفاء ظاهره الصوت العالي فجاه كده، بدل ما كل يوم كنت بتصحى على حاجه وبتقوم على حاجه وبتنام على حاجه. الرياضه ما فيهاش صوت عالي، صح؟ الرياضه ليها قاموس، عندما اتى الصوت العالي للرياضه غير في قاموسها، وعندما تحدث الصوت العالي باسلوبه داخل قاموس الرياضه غير قاموس الرياضه، واصبحت المصطلحات اللي بتتقال في الرياضه مش مصطلحات رياضيه تماما. لذلك دي هتلاقيها تطلع بره الوسط الرياضي، هتطلع اجلا ام عاجلا. وانا بقول لك قربت الظاهره الصوتيه، قربت تنتهي تماما، قربت لانها خلاص. وادي دليل اهو، ارجع كده من شهر ولا من شهر ونص، شوف لما بتبقى في صوت عالي في الرياضه بيبقى الدنيا عامله ازاي، وبالليل بننام على ايه وبتقوم على ايه، والناس بتخانق وده بيتكلم. شوف لما الدنيا هاديه، لما الناس كلها مع بعض، الاهلي والزمالك في مدرجات، لعيبه منتخب مع بعضيهم، الامور ماشيه بشكل كويس، مفيش حد بيفضل يقول لك كلام ملوش لازمه طول الليل. تقوم الصبح تلاقي بعض المواقع بتاخد السوشيال ميديا عشان تعمل ترافيك وارقام على حساب الجماهير ودم الجماهير وراحه الناس وقله كرامه بعض الناس و و و. لكن الفتره دي من وجهه نظري هي فتره جيده جدا، لانها كشفت لينا جميعا مين اللي ماشي في الطريق الشمال ومين اللي ماشي في الطريق اليمين، ومين اللي عامل ناقد رياضي ومحلل وراجل فيلسوف وراجل 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 وارتضى ان تكسر عينه من اجل امور صغيره جدا عشان يسمع شتايم زمايله وشتايم فلان وشتايم فلان وشتايم فلان، ويقول لك اصل ده شغله واكل عيش. عمره ما كان ده شغله واكل عيش، الرياضه اكبر واسمى من ذلك طبعا، والعلاقات الرياضيه اكبر واسمى من ذلك، ولا يصح الا الصحيح. وانا بالدليل القاطع، تعالى لي من شهرين ولا من شهر ونص الامور عامله ازاي، ودلوقتي عامله ازاي والدنيا دي عامله ازاي. واذا عادت هذه الظاهره للصوت العالي وقله الادب والكلام ده، انتظروا برضو مشاكل وحاجات كده معروفه، صح؟ يعني هي معادله معروفه، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. في ادب، في احترام، في التزام، في نتائج كويسه، في هدوء، صح؟ في قيمه كره القدم يا جماعه. يعني هي رياضه في الاول في الاخر. شوف، واحده من قيم كره القدم والرياضة واحدة من أهم المشاهد اللي بتلعب عشانها الرياضة، مشهد ديفيد المدير الفني لجنوب أفريقيا في المؤتمر، صح؟ الصحفي مع الكابتن شوقي غريب، صح؟ لما دخلت اللعيبة والمية والراجل مغلوب ولسه أموره ما اتحسمتش، هذه دي الرياضة، دي واحدة من معاني الرياضة. يا جماعة الرياضة ليها معاني كبيرة جدا، في حاجة اسمها الفير بلاي في الرياضة، ليها معاني كبيرة جدا طبعا. إذا طبقنا لوائح كرة القدم والرياضة ومساق اللجنة الأولمبية، هناك مسؤولين في الرياضة موجودين في مقاعد كبيرة في الرياضة المصرية، مش هيبقى لهم مكان. اللوائح دي هتعدمهم تماما، وبالتالي كل ده جاي في الفترات الجاية، وفي ثورة رياضية كبيرة قوي الفترة الجاية. هي اللوائح موجودة ولا مش موجودة؟ اللوائح موجودة، لكن ليه ما بتطبقش؟ لا، كل اتحاد وكل منظومه رياضيه بتطبق بشكل معين وعامله محاذير معينه، ولكنها قواعد اللعبه نفسها وقواعد المساق الاولمبي والفير بلاي وحط زي ما انت عايز، لا. وهو ما استخدمه الاتحاد الافريقي بقوه القانون واللوائح لمنع احدى الظواهر من تلويث الملاعب الافريقيه. خد بالك الامور دي بتبقى واضحه جدا، واضحه بشكل كبير جدا. لكن المسؤول الذي لا يستطيع ان يتخذ القرار المناسب وهو عنده لائحه وقانون بيحموه وبيأيدوه، هيبقى فترته قليله جدا. وده مهم جدا في الحقيقه، لان لازم يكون في جرأه في اتخاذ القرارات، خصوصا ان انت عندك لائحه، اشتغل باللائحه ما فيهاش اي مشكله، هتوفر ازمات كتيره جدا على الرياضه المصريه بشكل عام. واحنا رايحين على المنتخب الاول نتكلم عليه، كنت قلت لي ان انت عايز تقول لي ان كابتن شوقي غريب اتظلم وهو في المنتخب الاول، ليه؟
انا هقول لك الكلام ده من يعني الناس الكبيره اللي هي دربت بعد الكابتن شوقي غريب، يعني اذا كان الكابتن اسامه نبيه، كابتن محمود فايز، كوبر، المجموعه دي. كابتن شوقي غريب جه في توقيت عايز يعمل منتخب كبير للمنتخب المصري. كان عنده مشكله صغيره ان هو وسع القاعده. تمام. توسيع القاعده في كره القدم بيخليك يعني المضمون شويه بيقل، لكن هو ما كانش كان لازم يبني. لم يتم الصبر على الكابتن شوقي غريب وهو بيوسع القاعده وبيبدا يكتشف لعيبه جديده وبيفتح مجالات وبيتكلم وبيشوف، الى ان كمل مستر كوبر بنفس القوام الاساسي اللي كان وصل له الكابتن شوقي غريب. يعني لما الكابتن شوقي غريب وصل للقوام اللي هو عايزه بعد ما كان موسع القاعده وابتدى يقلل شويه في القاعده عشان يوصل للعمود الفقري اللي هو عايزه عشان يوصل للكيان الرئيسي او التكوين الرئيسي للمنتخب، في الوقت ده ابتدت خلاص يعني برضو انت لسه بتجمع اداء وبتجمع انسجام وبتجمع لعيبه وبتدخل لعيبه وبتخرجها. اول ما ابتدت تستقر خلاص كانت بعض النتائج مشيتش في الشكل المطلوب، واحنا اول حاجه يلا يا جماعه التغيير، عايزين نغير عايزين نغير عايزين نغير. لذلك ظلم الكابتن شوقي غريب، ولما جه ياخد الفرصه مع المنتخب الاولمبي الناس قعدت تشك تقول لك كفايه بقى الكابتن شوقي، هو عمل ايه، هو ما عملش. وهنا يحسب القرار ده بالذات للمهندس هاني ابو ريده، زي ما ناس كتير جدا بتقول لك لا ومش عارف ايه، وكان ليه قرار وفعلا كان هو غلطان في اجيري بشكل كبير. وانا اقول لك كان غلطان طبعا، لان ده قصه بقى كبيره قوي 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 قوي. ده اجيري عليه فلوس الاتحاد المصري لغايه دلوقتي. اجيري عليه فلوس؟ اه، ما هو اجيري ده، ما انا هقول لك بقى حاجات ما حدش بيقولها. اجيري ده لما جه وتعاقد وقعد وعمل كان عليه شويه مديونيات، قدم على سلفه كبيره، قال لك ما انا قاعد بقى، خد السلفه الكبيره، جه تمت اقالته ما دفعش فين؟ فيعني ففي حاجات كتير جدا، لكنه كان راجل، كان هذا الرجل كان لا يصلح ان يتولى قياده المنتخب. لا طبعا، لا طبعا المصري بالمره. نعود لشوقي غريب. شوقي غريب اتظلم، نختم موضوع المنتخب وربنا رد له يعني الظلم اللي هو وقع عليه بهذا النجاح الباهر، عشان يعيد الثقه فيه ويبدا صفحه جديده مع الكره المصريه، يستطيع ان يستمر بهذا المنتخب لافاق كبيره جدا ولبطولات كبيره في المستقبل. بمناسبه المنتخب الاولمبي برضو احنا بنختم الحديث عنه، موضوع الثلاثي اللي انضم للمنتخب في البطوله، شايف الموضوع ده ازاي؟ وهل ده التوقيت اللي احنا نتكلم فيه على الثلاثي مين هم اللي ينضموا، ولا موضوع متروك للكابتن شوقي؟ الموضوع ده الناس هتفضل تتكلم فيه كتير لغايه البطوله. هيفضل راغي فيه كتير. انت بتتكلم في بطوله لسه قدامها 8 شهور. 8 شهور. طيب احنا عندنا القوام بتاعنا 23 لاعب. 23 لاعب في الاولمبياد بيبقوا كام لاعب؟ 18 لاعب بس، صح؟ 18. يعني من الناس دي اللي تعبت واشتغلت بشكل كبير هتشيل منهم 5 لعيبه. تمام. وهتحط كمان 3، يعني هتشيل 8. 8 لعيبه، وعندك 3-4 لعيبه اصلا مصابين. ما خدتهمش. لا، ده الكابتن شوقي اصلا عنده مشكله. طب والناس اللي تعبت وشقيت موجود، طيب مين هم الثلاثه اللي يخشوا؟ انت محتاج ايه؟ ايه اللي ناقص في المنتخب الاولمبي؟ محتاج حارس مرمى، محتاج ديفندر، محتاج محمد صلاح، اكيد في احتياجات. ثق تماما في ذكاء الكابتن شوقي غريب، كويس، وان عنده قدره من الذكاء انه يقدر يحدد طلباته فيما لا يتعارض مع الشباب الصغير. ما اشاهده والاحظه على تصريحات واداء الكابتن شوقي غريب بينعكس عندي انه مش هيضم حد فوق السن. بينعكس عندي بكده انه مش هيضم حد فوق السن. فالنقطه دي مهمه جدا، وانا ارى ان الكابتن مش هيضم حد فوق السن. طب انت شايف ان ده تبقى حاجه ايجابيه يا استاذ ايهاب، ولا احنا عاطفيين شويه وما بنفكرش في مصالح ان احنا ممكن نجيب ميداليه مثلا؟ حضرت الاولمبياد في 2012. وفي الوقت ده تم ضم الكابتن محمد ابو تريكه واحمد فتحي ومتعب، وثلاثه كانوا مؤثرين جدا طبعا، وعملوا حاله مع اللعيبه بشكل كبير جدا. في المرحله دي قدامنا كان نيمار بقى، وكان في يعني وميسي لعب في الاولمبياد وكريستيانو لعب في الاولمبياد. طبعا دي حاجات مهمه جدا، لكن في نفس الوقت في نجم بيجيبه بيضيف. مين اللي يقول ان محمد صلاح ما بيضيفش؟ اكيد بيضيف، اكيد بيضيف، وهيعمل لك هاله للمنتخب وشكل أكيد كبير يليق بيك ويليق باللاعبين ويديهم دفع الامام. هذا توقف على الكابتن شوقي ووعده لعبته. ربما يكون عدم اختيار كابتن شوقي غريب للمجموعه اللي فوق السن هيكون اكبر دافع لشبابنا انهم يتالقوا اكتر. والكابتن شوقي غريب لما جاب برونزيه العالم في الارجنتين، بطوله كانت جميله بصراحه، ودي يعني اعظم ميداليه في كره القدم طبعاً دخلت رسمي لبطولات مصر. يعني برونزيه كاس عالم، كان بيتعامل مع السن الصغير
فيش كبير وصغير، كانت كلها مرحله صح واحده. صح صح. فبالتالي هو ادرى واحد بشؤونه وبلعبته اللي حصل بينهم حاله من الانسجام التمام. هل هيفعل دور رمضان صبحي ويفضل الكابتن اللي حاطط الشاره اللي بيعرف يحرك الرجاله دي ويتحركوا بشكل واحد؟ هل هيدخل حد يشيله؟ هل هيجيب صلاح؟ كل ده داير في دماغ الكابتن شوقي غريب. لكني من رؤيتي للكابتن شوقي غريب شايف انه قد يكون قراره الاول بعدم ضم اي لعيبه وفقا للظروف. ما انت انت لسه مش عارف لسه الامور هتمشي. مين موجود؟ مين لا قدر الله مصاب؟ مين جاهز؟ مين مستواه قل؟ مين عنده مشكله؟ مين ظهر لك جديد خالص ولازم ينضم؟ لان انت صح في الاخر ممكن صح لن تذهب للتمثيل المشرف. ما هو ده بقى اللي انا قصدي عليه يا استاذ ايهاب، ان انت عشان ما تمثلش تشريق او تمثل تمثيل مشرف، هو كابتن شوقي غريب نفسه وعد بميداليه بالظبط، قال باذن الله هنحاول نجيب ميداليه من هناك. طب انت تشوف كل المقومات اللي تساعدك على كده، بغض النظر طبعا هم اللاعبين فوق دماغنا وعلى راسنا ويستحقوا كل الدعم والتقدير والتحيه على مدار اشهر عديده مقبله، لكن في نفس الوقت لما تستفاد ببند في اللائحه اللي ما تستفادش بيه ممكن يساعدك طبعا. هو ده بقى الحاله والعلاقه اللي بين الكابتن شوقي غريب واولاده. ده الاب اللي عامل اسره ويعرف يدخل على ايه اولاده يفرحهم بالنص كده، ويعرف يدخل ايه على اولاده يزعلهم. لو دخل حاجه الاب شوقي غريب، لو دخل حاجه على اولاده زعلتهم هينعكس على النتائج. لو دخل عليهم حاجه فرحتهم هينعكس على النتائج. هو ادرى واحد يعني صح. الاب ده ادرى واحد، وبالتالي اثق تماما في القرار اللي هياخده الكابتن شوقي غريب. هو اللي يقرر، هو اللي يقرر ويقرر المراكز اللي عايزها ايه. انا بقول لك انت القايمه 23 لا القايمه 18، شيل كده يبقى انت شلت خمسه. وعندك بتتكلم في اثنين ثلاثه لعيبه خرجوا منهم محمد محمود، وانت بتتكلم كان موجود امبارح في الاستاد بصراحه وبتتكلم وطاهر كمان، وطاهر محمد طاهر وبتتكلم في اثنين لعيبه كمان. لا ده انت عايز تطلع 10 لعيبه كريم ندفت، يعني انت بتتكلم في 10 لعيبه على الاقل، فهي معادله صعبه جدا طبعاً. لكن انا اثق في تفكير الكابتن شوقي غريب انه هيكون اولا بيفكر لصالح الكره المصريه ولصالح المنتخب ده وده الاهم. المنتخب الاول بقى ايه مشكلته؟ المنتخب الاول ما عندوش مشكله. امال ايه؟ المنتخب الاول تعبان. بمعنى انه مريض وعايز علاج. فمرض المنتخب الاول وعلته موجود علاجها في المنتخب الاولمبي. حلو صح ماشي. منتخب عنده تشخيص ان هو تعبان، اداؤه مش عاجبنا، نتائجه لا ترتقي للفرقه ومنتخب مصر والاداء والشكل ولا النتائج لا ترتقي تماما، لكن في المشاكل وفي مرض وعله احنا قلنا عليها. طيب ايه العله؟ عايز مهاجمين موجود في المنتخب الاولمبي، عايز مدافعين موجود، عايز ايه؟ كل طلباتك موجوده في المنتخب الاولمبي. لكن في نفس الوقت كل الناس الفترة اللي فاتت بتحمل الكابتن حسام البدري المسؤولية الكاملة عن انهيار الفريق. وده منطقي ولا مش منطقي؟ شوف في حاجات منطقية وفي حاجات مش منطقية. تمام. نتكلم بالعقل. كويس. نبدأ من البداية، الكابتن حسام البدري جه إمتى؟ لعب أول مباراة ودية بعد وجوده بأربع خمس أيام. صح. إحنا عيناه قبل ما خلاص نستدعي المحترفين على طول ب 24 ساعة. الراجل كان موجود ولا في كندا. وأنا هرجع لموضوع التأخر في الإعلان ده ليه برضه؟ الراجل كان لأن هم كانوا قاطعين شوط مع الكابتن إيهاب جلال وخلصوا وحصل بينهم خلاف ورجع بعد ما اتفقوش على حاجة 3:30 بالليل قبلها بيوم، 3:30 بالليل الفجر بلغهم الكابتن إيهاب جلال إنه مش هيكون موجود، بدأوا يتصلوا بالكابتن حسام البدري 4 الفجر عشان يشوفوه بتوقيت كندا. ده كان كويس للكابتن حسام وبدأ يدور على أقرب طيارة. أعلنوا الصبح. جيت أنت عملت بعد ما جه الكابتن حسام، حضرت قعدة رائعة بين الكابتن حسام وبين الكابتن شوقي غريب، ودي في الحراملك في اسكندرية في قرعة بطولة الأمم، وهم قاعدين كده على الترابيزة وبيتكلموا على مين الاولى في التوقيت الجاي. عشان اكون صادق، كابتن شوقي غريب كان شايف ان هو الاولى، والكابتن حسام البدري زكى طلب الكابتن شوقي غريب في كل اللعيبه اللي هو عايزها عشان يلعب بيهم بطوله. كويس خلاص. والكابتن حسام البدري قال كده بالنص، قال يا جماعه المنتخب الاولمبي في هذا التوقيت اولى. نرجع بعد كده مباراتين، بوتسوانا وليبيريا مفيش حاجه خالص، وبعد كده كينيا وجزر القمر. حلو. المباراه الاولى بعدها بعد التولي باربع ايام ما تلحقش، قوامك مش موجود. المباراه الثانيه لليبيريا الدنيا مش مظبوطه لسه، انت بتجمع وبتوفق وبتشوف هتعمل ايه. عندك نقص، تخش في مباراه كينيا ومباراه جزر القمر، فجاه عندك قرار تربوي انك تستبعد لاعبي بيراميدز
كان لازم تستبعدهم. كان انت شايف انت معاك قرار ده؟ لازم تستبعدهم. اللعيبه ذنبها ايه يا استاذ؟ كان لازم. لا اللعيبه لها ذنب. طيب انت لا تعاقب اللعيبه. طب المنتخب ذنبه ايه؟ انت تعاقب. لا ما انا جاي لك بقى. انت اسئلتك دي رائعه يا امير. اتفضل. اولا اللعيبه اجبرت على الا تذهب للمنتخب، فاللعيبه لها ذنب. ماشي. واللعيبه زعلت جدا وعملت مشكله مع النادي بتاعهم واعضاء بيراميدز ومع رئيس النادي او مدير النادي ممدوح عيد عشان ما ودهمش. وتحديدا بعدم ذهابهم للمنتخب. هنا الكابتن حسام البدري لما قعد تحديدا مع الكابتن بركات وقال له بالنص كده انا هعمل زي ما بيحصل في النادي الاهلي، انا بقول لك معلومه. قال له كده. قال له انا هاخد قرار زي ما اتعلمت في النادي الاهلي. كابتن حسام قال كده لمحمد بركات. محمد بركات قال للكابتن حسام القرار يا كابتن زي ما انا اتعلمت. ده محمد بركات اللي قال للكابتن زي ما اتعلمت في الكابتن في النادي الاهلي. فكانوا بيقولوا خدوا قرار بعد القعده مباشره ان بناء على القرار الخاطئ اللي اخده نادي بيراميدز من وجهه نظرهم انهم ما ياخدوش اللعيبه عشان دي تبقى عبره لاي لاعب واي نادي يقول لك انا هوديهم في الوقت ده او في ده او في ده. لعيبه الاهلي والزمالك تروح ولعيبه بيراميدز ما تروحش. لعيبه كل الفرق تروح تقول لي اصل الثلاث ايام ده منتخب مصر. طبعا ده ما اسموش اللائحه، ده اسمه المنتخب. وبالتالي طالما قلنا اسمه المنتخب كله كبر للمنتخب، ورغم المشاكل وبعض الاصابات والضغط، وكانت لعيبه الاهلي جايه من ماراثون جامد قوي وضغط كانت موجوده قوي الناس. وبالتالي كان قرار تربوي. كلنا اشدنا بقرار الكابتن حسام البدري في الاخر. البرواز هو الكابتن حسام اللي واخده. اوكي بس انا كنت ضد القرار ده بصراحه. انا ما اشدتش. لا اشدنا ليه؟ اشدنا لان انت لازم تعرف الناس اللازم للالتزام والانضباط مع المنتخب. بس يا بوب في ناس برضو ليها وجهه نظر اخرى، يقول لك ان المنتخب اتضر بغياب اللعيبه دول. فاهم قصدي؟ ما انا جاي لك بقى. ما انت لعبت ماتشين. ما انا جاي لك. انا جاي لك. لما الاهلي بياخد قرار او منتخب بغياب لاعب ايا كان بيكون على فكره لعيب مؤثر. المكاسب اللي بتجنيها من ورا القرار اكبر من الخسائر. المكاسب مستقبليه يعني. طبعا. انت بتبني لقدام. انت ما بتبنيش لماتش او كينيا او جزر القمر. هتتاهل هتتاهل ان شاء الله في المجموعه دي اول وثاني هتتاهل. ان شاء الله. حلو؟ لكن انت ما بتبنيش لمباراه. انت بتبني المستقبل. فهنا بنفس فكر النادي الاهلي اديرت هذه الازمه. وانا بقول لك ده هتلاقيها في المستقبل. وتم الاتصال بين اللعيبه والجهاز الفني وفهموا من اللعيبه قالوا مالناش ذنب واللعيبه اتكلموا وتم الانسجام. حلو. دخلت انت مباراه كينيا ومباراه جزر القمر، هي مباراه تبدو في الشكل العام انها مباراه سهله جدا ولطيفه وظريفه ونقدر. الكره اتغيرت وشفنا جزر القمر عامله ازاي. انت النهارده دفعت ثمن غياب وقرارك، قرارك اللي انت بتقول عليه في خسائر. في خسائر بس دي خسائر مؤقته. دفعت ثمن قرارك اللي هو صح بس عليه ضريبه فتحملتها. ودفعت ثمن قراراتك الخاطئه في الجهاز الفني باختيار عدد من اللاعبين لا يجب ان يرتدوا قميص منتخب مصر لانهم خدوا فرصه. مع كابتن شوقي غريب قبل كده ومع هيكتور كوبر ومع اجيري وانت بتديهم فرصه رابعه لا يستحقوها. وبالتالي انت كان عندك عجز فهم كملوا معاك، وانا ارى اننا مش هنشوفهم تاني في الفتره الجايه فما عنديش مشكله. طيب هيحصل ايه للمنتخب الاولمبي؟ انت لعبت المنتخب الاول انت لعبت محمد صلاح كان مصاب. يعني محمد صلاح مصاب ولعبت المنتخب الاولمبي مش موجوده بالمناسبه النهارده ما لعبش المباراه بتاعت كان محطوط على الدكه واحنا داخلين. طيب ولعبت وما لعبتش بصلاح. انت غياب صلاح وغياب لعيبه بيراميدز وغياب لعيبه المنتخب الاولمبي. طيب هات بقى القوام اللي باقي من المنتخب الاول. حط عليه لعيب الاولمبي هيبقى عندنا قوام منتخب في النهايه. حط عليه محمد صلاح، حط عليه لعيبه بيراميدز، هيبقى عندك منتخب قوي جدا. وهيتغير الكلام عن كابتن حسام البدري من اداء لاداء. لكن رب ضرره نافعه في ان الكابتن حسام يحس وياخد قرار باستبعاد لعيبه اتكتبوا موظفين في منتخب مصر. لازم ياخد قرار جريء باستبعادهم. وبالتالي هو ده القرار. هياخد القرار ده. خلاص خدوه. خدوا كمان. انا بقول لك 50% من قوام المنتخب في المعسكر ده مش هتشوفهم تاني في المعسكر الجاي. انا 50%؟ 50%. 50% من اللي كانوا موجودين في المعسكر ده. من اللي كانوا موجودين في المعسكر ده مش هتلاقيهم بعد كده في المعسكرات الجايه خالص المنتخب المصري. وهتلاقي مساحه كبيره جدا من الشباب بتوع المنتخب الاولمبي. والاول بنتكلم قبل البطوله على اربع خمس اسماء، لا ده انت بتوصلوا لسبعه والثمانيه والتسعه هيبقوا موجودين على اللعيبه المحترفه اللي بتلعب في انديتها على محمد صلاح. بركه يا جامع ده كده مش عايز اقول لك المنتخب عامل ازاي. ان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري والعناصر اللي تكون موجوده في المنتخب خلال الفتره الجايه وجهازه معاهم بكل تاكيد، وكلنا مساندين وداعمين ليهم. نروح للنادي الاهلي بقى، لان الناس دلوقتي قاعده تتفرج تقول لك يا عم خش في الاهلي شويه. خش في الاهلي.
الاول تتخيل الاسئله اللي جايه لك عباره عن ايه على الصفحات بتاع قناه الاهلي على السوشيال ميديا؟ لا انا ما تتخيل ايه الاسئله؟ ما اقدرش اتخيل. طيب خلاص هعلمك ما تكتبش على الصفحه عندي وانا جاي. صفحتي عليها عدد كبير جدا. اه طبعا. بس قلت اسيب الطله كده لل طيب يعني البعض الناس بتسالك على الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي. وبالمناسبه يا جماعه اي خبر او اي معلومه هيقولها استاذ ايهاب هو مسؤول عنها طبعا ملاش دعوه للنادي الاهلي ده هو مسؤول عن اجتهاده ومعلوماته واكيد معلوماته كلها بتبقى جيده في الحقيقه وصحفي كبير واعلامي كبير يعني بص يا امير احنا لما كنا الصفقات ده اول سؤال عشان نختصر عدد كبير جدا من الاسئله لما كنت انا هنا مذيع على قناه الاهلي بالذات في برنامج الخبر كان عندي فقره اسمها فقره الاخبار الحصريه صح اطلع اقول الاخبار كلام ويقول لك الاهلي قال هم يا جماعه واطلع اقول يا جماعه اطلع كده اقول يا جماعه اي خبر بقوله على عهدتنا صح انا كاهاب كراجل صحفي بجتهد انا هنا موجود على شاشه قناه الاهلي انما دي معلومه انا بجتهد كصحفي كاعلامي وبجيب لكم معلومه ممكن تتحمل تبقى صح وتبقى غلط لكن هنتحاسب وهنشوف مين طبعا وعندما اتحدث ودي كانت نقطه مهمه قوي عن صفقه وقعت للنادي الاهلي تحديدا لما اعلن عنها يبقى هذه الصفقه محصنه بالكامل بمعنى ايه يعني؟ يعني ما بقولش صفقه لما هقولها هتبوظ او ما بقولش صفقه لما ابدا اقول ان في كذا 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 الصفقه تلف وترجع اقول لك ده لما اتكلم بوظها حريص جدا في الحاجات دي وليا واقع هنا في قصه في كذا لاعب بس كان اخرهم احمد حجازي احمد حجازي قعدت شهر مش عارف امشي في الشارع ولا اتكلم والكذاب والناس بتقول وبتاع وبرده كان معايا كانش حد يتوقع ان احمد حجازي معايا زملاء يعني زملاء يعني 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 من ضمن الكوميديا طبعا زميلنا طبعا كابتن شادي محمد انا طلعت الحلقه وقلت كذا وقلت احمد حجازي في الاهلي وكلام اجتهاد وقلت ده على مسؤوليتي انا ما اعرفش النادي يعني النادي الاهلي اكيد بيشتغل بس انا بقول لكم كذا كذا كانت صفقه اتحصنت تماما 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 قال لكم بصوا يا جماعه انا في المطبخ اهو حجازي مش جاي خالص ومش عارف يعني كلام ده هو كان في القناه ساعتها كان في القناه ساعتها بعدها سبحان الله الاستاذ محمود البطل رئيس القناه في القناة قال لي بقى لما شادي يطلع قال لي هيجي امتى قلت له يوم الثلاث هي ان شاء الله قال لي طب شادي عنده حلقه الاربع كويس قوي هنعمل لك مداخله معاه اول ما يظهر تخش له بقى على قلت له بلاش فطلع الكابتن شادي اهلا بيكو معانا بقى الاستاذ ايهاب كان انفرد قلت له كان انفرد برضه يا كابتن شادي انا يعني عارف انت الحاجات الجميله دي الحمد لله يعني طبعا طبعا هي حاجه معروفه عنك في الحقيقه فبالتالي اي حاجه هنعيد بقى الكلمتين دول بقى تاني بقى لازم نقولها ده اجتهاد مني وانا طبعا حريص على شاشه قناه الاهلي لكن هقول كلمه واحده احنا النادي الاهلي مثلا عنده في انتقالات يناير مكانين هيستبدلهم مكانين شيل اثنين بس مكانين عشان نبقى احنا واضحين الصفقه اللي بتنتظرها جماهير الاهلي ويطلق عليها صفقه القرن في النادي الاهلي رسميا صفقه قرن الاهلي بيبقى منتظر صفقه قرن لا يا استاذ ايهاب لا لا عايزين نوضح المعنى ده الاهلي ما بيبقاش منتظر صفقه قرن انما في نوع من الصفقات بيطلق عليه صفقه القرن الاهلي لا ينتظر البعض يعني الاهلي لا ينتظر صفقه قرن صح وحلو وذكي التوضيح ده منك الاهلي لا ينتظر صفقه قرن ولكن هناك بعض الصفقات في الرياضه المصريه يطلق عليها صفقه قرن وبما ان مثل هذه الصفقات يطلق عليها صفقه القرن فصفقه القرن التي تلقبها الجماهير بصفقه القرن وتتمنى ان تتواجد وتنور الجزيره موجوده في النادي الاهلي والصفقه الثانيه في ثلاث مهاجمين معروضين مش هقول معروضين عشان لا نستبق الاحداث بعد ما ترجع بعثه النادي الاهلي بالسلامه من تونس هيبقى في اجتماع مع فايلر ولجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب هيحددوا فيها الحسم فيها حلو. هذا هو موضوع الصفقات يا جماعه بس اللي بتسمعوه هنا مش صعب تسمعوه في اي حته ثانيه جمله شهيره بتاعت برنامج الخبر طيب احمد قبو بيقول لك منور يا استاذ ايهاب امتى نشوفك تاني على القناه انا موجود اهو على القناه الحمد لله وقناه النادي الاهلي دي بيتي طبعا اكيد وانا على فكره بالمناسبه فضل. عايز اشكر الاستاذ محمد العدل رئيس القناه اكيد طبعا رئيس القناه لانه بصراحه الراجل شغال في ظروف صعبه جدا وبيؤدي بشكل اداء جيد جدا وخير من يتولى القناه في هذا التوقيت ويمكن في مره كنت موجود في مؤتمر بتاع فايلر فطلبوا مني ان انا اتكلم فقلت لهم استاذنوا بس من الاستاذ محمد وكده فقالوا ده الاستاذ محمد اللي طالب انك تبقى موجود لان بيقول لك ده بيتك في اي وقت فانا لازم اشكره على الهوا فعلا طبعا
واقول له انا متشكر جدا جدا، وان يعني انت بتخلينا في بيتنا اللي احنا بنحب موجودين. هو راجل بيعمل مجهودات عظيمه في الحقيقه في القناه، نتمنى له دايما كل التوفيق. الدكتور محمد العدل رئيس قناه النادي الاهلي. محمد جمال بيقول لك بنحبك يا احسن ناقد رياضي. محمود هيكل بيقول لك امتى ترجع لقناه الاهلي؟ اتكلمنا فيها ان شاء الله، ربنا يوفقه دايما باذن الله، والجمهور دايما بيبقى حابب يا بوب بيشوفك يعني على قناه الاهلي بالتحديد. حاجه ان جمهور الاهلي قناه الاهلي ليها فضل عليا كبير قوي 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 قوي. انا فاكر زمان لما كنا بنعمل برنامج اسمه البيت الكبير للاستاذ نصر القفاص، فبعد كام حلقه وعملنا شغل كبير قوي، كنت انا والدكتور عماد يوسف والاستاذ جمال طبعا الدكتور عماد في بقى شغل كبير قوي. فالاستاذ نصر قال لي ايهاب انا بقى عليا مسؤوليه كبيره. قلت له يا استاذ نصر؟ قال لي انا بمشي في الشارع حسيت ان انا لعيب قديم في النادي الاهلي. طبعا فدي قيمه جماهير النادي الاهلي الكبيره اللي في كل حته. صح صح. فاللي ادتهوني قناه الاهلي من حب وشهره وخير، مش لازم يكون خير مادي، انا مدين بيه طول العمر. يعني انا مدين باللي ادتهوني قناه الاهلي من شهره وخير وفرصه وعرفت بيها الناس، من معد لرئيس تحرير لمدير تحرير مراسل ضيف ثابت في ميديا سبورت مذيع في قناه الاهلي، واول من اداني فرصه ان انا اطلع على الشاشه قناه النادي الاهلي الاستاذ مصطفى جمعه والاستاذ محمود البط واسامه الرشيدي. بص في حاجات لازم تسلم بيها كده، وفعلا بشكر الناس دي كلها، وبشكر الجمهور الاهلي اللي كل ما بيشوفني في كل حته، والحمد لله انا علاقتي حلوه بالجميع كلها طبعا، لكن يبقى جمهور الاهلي عندي في حته تانية. في واحد بيسالني سؤال خبيث شويه، بيقول انت انتمائك ايه؟ أنا انت ولا انا؟ انت. لا انا معروف، انتمائنا معروف، الموضوع محسوب، لكن في كل الاحوال في ناس بيبان عليها انتمائاتها يا جماعه عشان برضو نعفيه من الرد يعني. شوف لا 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 انا بص بقى انا اكتر واحد، ده السؤال ده جميل قوي. تمام. اكتر واحد داخل قناه النادي الاهلي اتقال عليا زملكاوي. انا بقولها لك فعلا. كتير. من زملاء ومن مذيعين سابقين ومن ناس وفي كذا حته. لكن الردود كانت بتيجي في افعال، يعني صورك مثلا وانت في ملعب صغير وبتشجع وماسك علم دي مش هتالفها. طب وجودك مع زمايلك الصحفيين في مش هتالفها. لكن ربما لما بتطلع محايد بشكل معين، وهي حاجه بتشرفني وبتبسطني، وان انتمائك ما يبانش في الكلام، دي حاجه بتعليك قدرا في قيمتك الاعلاميه. البعض ممكن ياخدها معاك انها حاجه مش ايجابيه، لكن انا بشوفها حاجه ايجابيه. اذا كانت البعض مش ايجابيه، انا انتمائي معروف ان انا اهلاوي بس كده. وعندما قبلت العمل في قناه النادي الاهلي من 8-9 سنين كده بالظبط في التاسيس، ان لم اكن اهلاوي ما كنتش هرضى اكون موجود في قناه بتحمل شعار الاهلي، وانا يعني مش تاكل اكل ما بتحبوش. صح كده، برافو. صح. لان مع احترامي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ومن نعمه ربنا عليا ان انا لا ابحث عن فلوس ولا ابحث، واموري الحمد لله كويسه بنعمه ربنا وهي بالقليل. يعني مش بقول اللي انا، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ومرضي جدا جدا جدا. فلم ابحث في هذه الشغلانه بالذات على ان انا اروح مكان اتربح منه. فترة فاتت قناة الحمد لله، الحمد لله، ولم اتحدث في اي شيء، ولن اتحدث في اي شيء. ما هو برضه في بعض الناس بتسال يقول لك انت ليه مشيت من قناة الاهلي مثلا؟ مشيت من قناه ال بحاول بقدر المستطاع. لا لا بالعكس الناس بالعكس يعني. بالعكس بالعكس. مشيت من قناه النادي الاهلي، كان في احد العناوين اللي كتبت في جريده الوطن اللي الناس شافتها انها فيها تجاوز فيها. والناس لصقت العنوان، مهم قوي توضح الحته دي. الناس لصقت العنوان فيا على ان انا اللي كاتب العنوان ده، وانا عادي طلعت في اكتر من قناه وقلت يا جماعه انا ما كتبتش العنوان ده. خلاص في ناس خدته من وجهه نظرها اللي هي كتبته اللي انا كتبته بتاع، لكن انا قلت خلاص يا جماعه ما كتبتش العنوان ده. مش انت اللي كاتبه؟ لا لا مش انا اللي كاتبه، ده حاجه ولو قلتها في برامج تانية كتير وخلاص. لكن الناس قعدت تقول. وانا بصراحه في الوقت ده تلقيت اتصال من الاستاذ خالد توحيد، قال لي انا كنت جاي في الطريق طالع على الهوا، فالاستاذ خالد توحيد كنت معاك انا يوميها، قال لي هستاذنك يا ايهاب احنا مش هنطلع في ميعادنا النهارده. فانا شعرت ان في حركه، فقلت له خلاص يا استاذ خالد لو ما فيش حاجه يبقى انا بلاش بقى خلاص، عشان لو الناس حاسه ان في حاجه. في التوقيت ده طبعا كان الكابتن في المانيا، وكانت في بعض الامور ما فضلتش ان انا يعني اخد حيز اكبر من حجمي واعمل مشكله كبيره وبتاع. قلت اتنحى جانبا، والقناه بفضل ربنا فيها من الكفاءات اللي تقدر تبقى موجوده وكويسه، والحمد لله. وبيبقى في ميعاد ووقت ليك انك تبقى موجود، زي مثلا النهارده يوم من الايام السعيده عندي ان انا ابقى موجود على الشاشه اللي انا بحبها وموجود. أكيد. وسواء انت عارف في المكان اللي انت بتحبه تبقى موجود بقى، طبعا طبعا. ضيف بتبقى موجود، في اي مكان بتبقى موجود، مذيع بالمكان اللي انت بتحبه بقى ليه
عندك طعم تاني. والحمد لله الناس في النادي الاهلي والناس في الاداره عارفين الحمد لله الواحد بيحب أكيد. الناس دي اكيد ده شيء معروف. طيب عايز اتكلم بقى معاك شويه عن النادي والفريق بالتحديد ومقبلين على بقى مباراتين مهمين قوي عندك الجونه والنجم الساحلي. الاستعدادات بتشوفها ازاي معسكر دبي المباراه الوديه الاخيره رؤيتك يعني المشهد؟ معسكر دبي معسكر ناجح جدا. الاهلي كان عايز يخرج لعيبته من الضغط العصبي الضغط العصبيه على اللعيبه ويبدا كويس. يشوف فايلر يشوف عدد من اللعيبه بشكل كبير جدا. ابتدى فايلر يعمل ده الناس قالت لك الاهلي ما لعبش ما عملش ده معسكر. لا معسكر بفضل ربنا كويس قوي. انت جيت هنا عندك جونه يوم الاثنين عندك النجم يوم الجمعه عندك طاره خاصه بالزبط. مجلس الاداره وفرها فعلا. الراجل قعد مع لعيبه اتكلم معاهم بكره هيبقى ديانج ورمضان صبحي في القوام اللي مسافر للجونه لكن لهم لم يشاركوا في المباراه وبفضل ربنا هيكونوا جاهزين تماما لمباراه النجم الساحلي. ديانج ورمضان صبحي مش هيلعبوا هم مسافرين مسافرين طبعا بس مسافرين عشان كده انت رايح على النجم الساحلي بره بره الارجح من وجهه نظري حتى لو رمضان دخل القائمه او دخل ده الاقرب يعني مش هيكون فيهم حد مشارك. طبعا ديانج شارك في التدريبتين اللي فاتوا كده على خفيف وان شاء الله تبقى عودته وعوده رمضان في مباراه النجم الاهم. من سوء حظ فايلر اسف التوقف ده كان ممكن يبني عليه فايلر افضل طبعا لكن يعني مستوى النادي الاهلي كان في تدرج عالي جدا وفجاه انت رجعت معروف ان الفرقه اللي بتفنش وهي عاليه قوي بتبدا تحصل عندها مشاكل ابتدت تحصل اصابات الاصابات قدر الله ما شاء فعل دي حاجه ما بنتكلمش فيها لكن قدر الله ما شاء فعل اكيد هتاثر لكن انا عاجبني اداء فايلر والفكر اللي بيتعامل بيه مع اللعيبه وتقيم الراجل ازاي يا استاذ يعني بص فايلر تيجي تتكلم على فايلر اي مدير فني بيبقى في حاجه عنده في توفيق وفي عدم توفيق. حلو. هذا رجل موفق موفق لكن التوفيق بيذهب بيروح للناس اللي تستحقه. لما تيجي تدرس شخصيه فايلر وان هو جه اتعامل ازاي مع اللعيبه وقعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان واخد منهم شغل 3 4 سنين ورا واللعيب ده وضعه ايه ده اصاباته ايه ده مشاكله ايه ده عقوباته ايه ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ولما تلاقي الراجل ده عامل دراسات محترمه جدا وجايب جهاز على اعلى مستوى ولما تلاقي الراجل ده اللي محدش يعرفه ان فايلر عامل ماجستير في الاعلام فعلا يعني فايلر ده عامل ماجستير في الاعلام ومن احدى جامعات الولايات المتحده الامريكيه يعني الراجل ده كده مش راجل عشوائي صح فعشان بيتعامل في منظومه الراجل ده دارسها بشكل كبير جدا الراجل ده رغم الظروف اللي عنده قدر في وقت بسيط جدا 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 انه ينجح بشكل كبير جدا ويثبت نفسه ويتكلم على منطقه ويظهر بالاداء ويعرف لعيبته بسرعه ويغير ويدي ده هذا الرجل تغير على ايده اداء اكثر من لاعب انت بتتفرج عليه صح. رمضان صبحي مختلف اجاييه مختلف حسين الشحات مختلف ده على سبيل المثال وليس الحصر فبالتالي الفتره الجايه اثق في هذا الرجل انه يكمل بفكر افضل من كده الامور بتتغير عنده بعض المشاكل يستطيع التغلب عليها مباراه النجم ومباراه فارقه ومباراه الجونه هي استعداد لمباراه النجم ان شاء الله باذن الله. رسالتك الاخيره اللي حابب تقولها قبل ما نختم؟ انا ما عنديش رسائل خالص انا في البدايه عايز اشكر دكتور محمد العدل طبعا. عايز اشكرك يا امير بشكل شخصي عايز اشكر كل مذيعين قناه الاهلي اللي الفتره اللي فاتت كانوا متواصلين معايا وعايزين نكون موجود معاهم انا بقول انا موجود تحت امر زمايلي المذيعين في اي وقت اي حد يقول لي تعالى هاب هتلاقيني ضارب البدله وجاي على طول شياكه دايما وبشكرك يا امير نورنا دايما وبقول لك انت لسه عندك كتير وانا مبسوط اللي انت كنت في طريقي وانا ماشي عشان اقول لك ان انت هتبقى كويس وعمر ربيع ياسين برضو كان كذلك ومحمد سعيد وكله الحمد لله وان شاء الله ايامكم لسه جايه بشغل اكتر من كده وتسالوا كل خير ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا استاذ ايهاب نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد جدا ان تواجدك معايا في الحقيقه بشكرك شكرا جزيلا لك. كانت حلقه خاصه جدا من كلام في الميديا خصوصا في ظل تواجد ضيف كبير جدا زي الاستاذ ايهاب الخطيب الناقد الرياضي والاعلامي الكبير واتكلمنا في العديد والعديد من الملفات على الساحه الرياضيه المصريه تحديد كمان فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده بكره حلقه جديده واخبار جديده تتعلق بالنادي الاهلي بالتحديد واخبار متنوعه محليا وعالميا استنونا في حلقه جديده من كلام في الميديا بكره باذن الله تعالى الى اللقاء.